السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور ضياء الدين، وحلقة النهاردة مهمة جدا لمرضى الضغط، لأننا هنتعرف فيها عن الأطعمة والأكلات اللي لازم تتجنبها لو كنت مريض ضغط مرتفع، واللي كتير منكم ممكن يكون بياكلها وما يكونش واخد باله. طبعا لو انت مريض ضغط مرتفع فأكيد دكتورك قالك حاول تقلل من الأكل اللي فيه ملح أو صوديوم أو دهون، ولكن في برضو بعض الأكلات اللي ممكن تكون بتاكلها وانت ما تعرفش انها مضرة ليك كمريض ضغط. أول حاجة معانا هي اللحمة الحمراء. مريض الضغط عموما لازم نظامه الغذائي يحتوي على كميات محدودة جدا من الدهون المشبعة والغير مشبعة، وانك تتجنبها تماما ده يعتبر افضل ليك، لان الاطعمة والاكلات الدهنية سيئة ومضرة للقلب والاوعية الدموية. تخيل معايا كده ان 500 جرام بس من اللحمة الحمراء بدون اي اضافات بيحتوي على 1500 ملي جرام من الصوديوم و1140 سعر حراري و79 ملي جرام من الدهون. فعشان كده كمريض ضغط حاول تتجنب اكل اللحمة، ولو خلاص مش قادر يبقى اخر 500 جرام في الاسبوع. رقم 2، المخلل والترشي. المخللات عموما غنية بفيتامين كاف وفيها سعرات حرارية قليلة، ولكن برضو فيها كمية كبيرة من الصوديوم. يعني تخيل معايا كده ان المخلل بيبقى فيه 570 ملي جرام من الصوديوم، وده بيعتبر ازيد من تلت الكمية اليومية المسموح بيها. عشان كده لو انت مريض ضغط حاول تبعد وتوقف المخلل، والستات ارجوكم خبوا برطمان المخلل عن جوازكم لو كانوا مصابين بالضغط. رقم 3 معانا، وهي حاجة منتشرة وبشوف ليها بوستات على الفيسبوك، هو مخلل الكرنب، او كما يطلق عليه في بعض الدول العربية مخلل الملفوف، انه عادي مريض الضغط ياكله. هو مخلل الكرنب مفيد وبيحتوي على الحديد والالياف وفيتامين سي وكاف اللي بيقوي الجهاز المناعي، وكمان عدد السعرات الحرارية فيه قليل، ولكن هو في الاخر مخلل يا جماعة ومضر لمرضى الضغط. تخيل كده معايا نص كوباية بس من المخلل الملفوف بيبقى فيها 13 سعر حراري بس، ولكن فيها 460 ملي جرام من الصوديوم. فأرجوكم بلاش تمشوا ورا بوستات الفيسبوك وتسمعوا أي كلام من أي حد وخلاص. ورقم 4 معانا هو السكر. هتقول لي إيه علاقة السكر بالضغط؟ بغض النظر إن مرضى الضغط جزء كبير منهم بيبقوا أصلاً مرضى سكر، ولكن لازم تعرف إن الأكل اللي بيبقى فيه سعرات حرارية عالية وكتير من السكر بيسبب زيادة في الوزن والسمنة، وبالتالي هترفع الضغط عنك. وعايز أقول لك نصيحة، لو أنت بتعاني من السمنة أو زيادة في الوزن ومريض ضغط في نفس الوقت، فكل 10 كيلو هتنزلهم من وزنك هينزلوا قصادهم 10 درجات من الضغط. فابدأ من دلوقتي وحاول تنزل من الوزن. رقم 5 معانا هو انك حاول ارجوك على قد ما تقدر تقلل من الملح في الاكل عموما، لان الاستهلاك العالي من الصوديوم بيرفع الضغط وبيسبب ضرر مباشر للقلب والاوعية الدموية. رقم 6 معانا هو الحليب كامل الدسم. انا هنا هقولك حاول تقلله بغض النظر على ان الحليب مصدر رائع للكالسيوم، ولكن بشكل عام كتر منتجات الالبان كاملة الدسم بتحتوي على دهون اكتر من الجسم اللي بيحتاجه. فتخيل معايا كده ان كوباية واحدة من الحليب كامل الدسم بيبقى فيها 8 جرام من الدهون، و5 جرام من الدهون دي بتبقى دهون مشبعة، زي ما احنا عارفين ان الدهون المشبعة خطر ممكن تصيبك بامراض القلب. رقم 7 معانا واللي كتير منكم ممكن يكون بياكلها هو مش بياخد باله برضو، هي صلصة الطماطم. ممكن يبان ليك ان صلصة الطماطم مش مضرة لمرضى الضغط، ولكن لازم تكون عارف ان صلصة الطماطم بيبقى فيها مكسبات طعم بالاضافة للسكر والملح. عشان كده لو انت مريض ضغط حاول تتجنبها. ورقم 8 معانا وهي القهوة. لما نيجي للقهوة وهي المشروب المفضل عند كتير من الناس، فهنا الاعتدال هو مفتاح اللغز. حاول ما تخليش عادة عندك فنجان او اتنين في اليوم، عشان القهوة بتسبب ارتفاع ضغط الدم، ونحاول على قد ما نقدر اننا ناخد بالنا ونقلل من شرب القهوة. رقم 9 معانا هو الاكل المعلب بشكل عام اللي بتلاقوها في السوبر ماركتات، عشان هي بتحتوي على كمية كبيرة من السكر والملح، وده طبعا بيؤدي لارتفاع ضغط الدم. ورقم 10 معانا هو الخبز او العيش، وده طبعا اكيد حضرتك بتاكله عادي وانت مش واخد بالك، ممكن تكون فاكر انه اقل خطورة من الاكل التاني، ولكن احب اقولك ان الاكل اليومي للخبز خيار مش جيد ليك كمريض ضغط، عشان هو بيحتوي على الصوديوم اللي بيسبب ارتفاع ضغط الدم. عشان كده نحاول نقلل ونوقف الخبز لو كنت مريض ضغط. ورقم 11 معانا وهي المخبوزات بشكل عام، واللي بيكون فيها مخبوزات مسكره وحلوه لازم تتجنبها كمريض ضغط، عشان بيبقى فيها ملح ودهون مشبعه والسكر ومكونات تانيه غنيه بالصوديوم. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو شايف انك استفدت ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش طبعا، وشيروا الفيديو ده في كل حته في الجروبات او على صفحتكم الشخصيه، يمكن حد غيرك يستفيد منه. واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.